رغم زرقة البحر وإغراء نسماته، إلا أن محمود ورفاقه اختاروا أن يقضوا الإجازة الصيفية بطريقة مختلفة، بالمشاركة في ورشات تكوينية في عناصر العرض المسرحي. بالنسبة لنا أجل الورشة هذه في فترة الصيف وفي فترة الإجازة، هذه ليست بس مجرد تضيعة وقت بالنسبة لي أو أنه تخليت عن شيء معين، لأن المسرح وبالنسبة لي عشق، فأنا أتوقع أن إجازتي من هذه أجل ورشات هذه اللي عاملينها، يعني اللي أستفيد منها ورشة سينوغرافيا والتمثيل والإخراج. وتساهم هذه الورشات في اكتشاف مواهب الشباب وصقلها بمعارف ومهارات الأداء المسرحي التي يكتسبونها بالتدريب. هناك إقبال وتجاوب مهم من طرف الشباب ورغبة للاشتغال ولفهم آليات ويعني أدوات الاشتغال المسرحي عموما والسينوغرافي كذلك، وهذا يعني مظهر إيجابي نعتبره، لأن التكوين مطلوب خصوصا في الدول المسمات عربية، نحتاج لهذا التكوين لتطوير الممارسة المسرحية عموما والشق السينوغرافي الذي بدأنا به الدورة على الخصوص. أنا هنا الأميرة وكل شيء يمشي على تحت أمري. كنت وما زلت ساعدك الأيمن، أنقل توجيهاتك وأوامرك، فنحن بحاجة إليها وتعلم كما تذمر البحث. ويعتلي هؤلاء الشباب الهواة خشبة المسرح لتفجير طاقاتهم الإبداعية والمساهمة في تطوير المسرح الإماراتي مستقبلاً. أتعلم زيادة عن التمثيل والإخراج، ولأني أبادش في المهرجان المسرحيات القصيرة. هناك شباب مسرحيون آمنوا بهذه الكلمة، ونحن كبشر زائلون، ويبقى المسرح كما بقية الحياة. يعني عندي طموح وأمني أن أكون مخرجة، فهذه الدورات تساعدني وتوصلني للحلم اللي أباه. لكن كلمتك هي النهائية والقاطعة دائما، فكل شخص في هذا المكان يهابك ولا يستطيع أن يفرض رأيه على رأيك. محمود هو واحد من هؤلاء الشباب الذين اختاروا قضاء عطلتهم بطريقة مختلفة من خلال المشاركة في هذه الورشات الفنية الصيفية المفتوحة، وليعتلي خشبة المسرح معبرا عن رأيه مكتشفا لمواهبه. زين العابدين جبارة لبرنامج اليوم على الحرة من مدينة كلباء الشارقة. مشاهدينا